اهلا بكم مشاهدينا. اذا عدنا في هذا الموعد الاستثنائي، اكيد اليوم موعدنا 13 ديسمبر 2021. نواصل بثنا المباشر، يعني المفروض احنا من 6 ل 8، لكن بقينا معكم. تابعنا خطاب السيد رئيس الجمهوريه، والذي احتوى على مجموعه 7 نقاط مهمه جدا، قائمه من التدابير والقرارات التي اعلن عنها. اذا بقاء المجلس النيابي مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، تنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من جام في 2022، والإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة، وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارة بتاريخ 20 مارس 2022 بما يوافق عيد الاستقلال، وتتولى لجنة بعد ذلك يعني من هذا التاريخ. سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصها، ستطلع بعملية تأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022. عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء، وذلك يوم 25 جويلية المقبل 2022، مع الانطلاق في إصلاحات قانون تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، كذلك تنظيم انتخابات تشريعية وفق القوانين الانتخابية الجديدة المزمع يعني سنها يوم 17 ديسمبر 2022 بمناسب عيد الثورة المقبل. وكذلك النقطة الأساسية وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنها في سنة 2012. وتبقى النقطة الأخيرة السابعة هي محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها. كيف ما كنا قبل الأخبار والخطاب، حاضر معنا العميد صادق بالعيد، مرحبا بك مرة أخرى. مراد عليلة مرحبا بك، أستاذ سي حمدي بن جبلة مرحبا بك، وأستاذتنا لفاطمة الكراي مرحبا بك. سي صادق عميد، هذه يعني حزمة الإعلان، حزمة الإجراءات، هذا ما اتفقتم عليه في آخر لقاء مع السيد الرئيس، أما تم إضافة نقاط جديدة؟ والله قبل ربما نحب نقول بأن هذا الخطاب، هذا التدخل في هذا المساء كانت مفاجأة، على أساس أن كان 17 ديسمبر تصوروا أن شيء يقع خطاب كبير ومعناها فيه برشا مسائل باش يتعرض لها في 17 ديسمبر. شنو السر في المسارعة، وهل ماش يقع حاجة جديدة في بعد 3 أيام، وإلا ذاك هو اللي كان مرعد عليه؟ هذا من الناحية. الحقيقة كانت أولا مفاجأة في رأيي مسرة. مفاجأة هذه سارة. سارة. الحقيقة في هذا التدخل ثم على الأقل حاجتين، اللي كان الرأي العام بصفة عامة معناها متشوق للاستماع إلى الرئيس وقرارات الرئيس. المسألة الأولى هي تسقيف الفترة الانتقالية. كثير من الناس من كل الأطياف اللي تقول لك هذا وين ماشي يوصلنا، وخاصة اللي ساندوا وصفقوا إجراءات 25 جويلية بعد تسلل لهم، يعني يقول لك لماذا لم يتم تسقيف يعني هذه الإجراءات زمنيا في النقطة هذه. توا اللي واضح هو أن الكالندري هذا ماشي يدوم ديزون جلوبالمون عام، ابتداء من الاستشارة بتاع 1 جانفي 21 إلى 20 مارس 25 جويلة 25 جويلة 17 ديسمبر. الحقيقة
يعني معناها من في رأيي هذا التوقيت يظهر لي بأنه معناها معقلا، سي راسيونيل، معناها حاجة ممكنة، وبالأخص حاجة ممكنة بعد إعلان الرئيس على أنه في وقت الحاضر ثم معناها المبادرة بإعداد العملية هذه من أي. خاصة اللجنة هذه متاع تأليف المقترحات. هذا الباب الأول. الباب الثاني هو أن الكثير يقول سيد الرئيس ما قال لناش شنو البرنامج نتاعو واش قاعد يعملوا والديكتاتورية وماش يولي يعمل اللي يظهر له اتسترا. نقول اونيتمون هنايا نلقاو جواب على هذه الحيرة ديزون لو، باعتبار انه قال هاوش باش نعمل على الأقل على المستوى السياسي والدستوري. لكن نتصور أن بالطبع ثم مسائل أخرى لم يتصور من يتكلم عنها في هذا الخطاب بتاع الليلة. مثلا مسألة أساسية في رأيي هي ما هي السياسة الاقتصادية والاجتماعية متاع البلاد اللي يلزمنا بور اون فوا نفكروا فيها بصفة جدية. إلى حد الآن في 11 سنة تنجم تقول تحت رقابة الأخ فاطمة 11 سنة خصصت للجدال السياسوي، ما وقع حتى إنجاز منها فيها عنده قيمة لا في الاقتصاد ولا في الاجتماع. اللي صار هو أن ثم ديما ناس هاربين من البلاد، سواء كان من الطبقة العليا أو من الطبقة المتوسطة أو طبقة، ولكن الناس ما عادش تلقى ما يشدهم بهذا الوطن متاعهم. إذا نتصور أن الرئيس في خطابه متاع القادم في 17 ديسمبر سيلتفت، ولابد باش يتعرض لهذه المسألة الأساسية. على هذه الأرض ما يستحق الحياة؟ بيسير فلا به، هذوما على الأقل نجم نقولوا حاجتين باهيين طيبين. مثلنا فيما يخص التوزيع لهذا العمل، نتصور أن ماشي يقع رغم الاستعدادات اللي نعرف بأنها بدأت من مدة زمنية لا بأس بها، ديجا في الأعداد الإلكترونية مع وزارة التليكومينيكاسيون الوحدة ذي كانوا يخدموا معناها عندهم مدة في هذا الباب لهذا عاد نتصور أن في هذا الباب نحب نشير إلى أهمية العبء الذي سيوضع على أكتاف أعضاء اللجنة. اللجنة هذه حسب كلام السيد الرئيس، اللجنة هذه هي لجنة تنسيقية. ما نحبش الكلمة هذه، ولكن معناها نورتانيز دو كورديناسيون دارمونيزاسيون. لكن نتصور بأن هذا عمل مش يكون في أن واحد حساس برشا، على خاطر مش برشا التركيبة متاع اللجنة هذه اللي فيها مشكل، بل الحقيقة اختصاصها شنو هو؟ معناها إلى أي حد، إلى أي مدى عملية التنسيق هذا والأربونيزاسيون ماشي يوكل إلى هذه اللجنة. إذا كان هي لجنة أنا مش كما تقول باش تصب، يقول تصب الماء على اليدين،
ما نتصورش بأن، ولكن في زاد في أن واحد ما نتصورش بأن هذه اللجنة سيوتل إليها الحق في إعادة النظر في كل أنا ثم تبويب، تخيلوا لها عملية تجميع، تبويب تأليف، هو انتقى الكلمة يعني قال التأليف يعني عملية دقيقة حقيقة ومهمة. الشيء الثالث هو أن الرئيس من 2012 كان بادر بهذه في وقت اللي ما زلنا أنا أساتذة في كلية الحقوق، بادر بهذه الفترة متاع الصلح الجزائي بتاع 2012 سيتي يونيدي، وكان دائما يسوق لها هو هو اللي تكلم بها. والحقيقه كما تعرف احنا سي قيس وانا كانت عندنا مده اللي خدمنا فيها برشا مع بعضنا ودرنا في البلاد في تونس من بلزرت الى جربه برشا بقايا صدام، وكان دائما يلح على هذه الفكره اللي كما تقول باكورة أول مرة ويعتبرها طوق نجاة للوضعية التونسية اليوم. الحقيقة هذه الفكرة أنا نتصور أن إذا كان المعنيين بالأمر هذايا المعنيين بالصلح الجزائي يقبلوا هذه الفكرة ويتعاملوا معها ويتفاعلوا معها بجدية وبأمانة. هو الحقيقة السيد الرئيس في الكلمة متاعه لأنه انطلق بمرارة كبيرة، وهو بيده قال أنه المرارة ملتني من الفترة الأولى اللي أخذ فيها الحكم، ويبدو أنه تحدث مع الكثير من رجال الأعمال اللي قبل ما يمروا إلى هذا الصلح الجزائي تم ابتزازهم وتم تدفيعهم أموال وأموال، لأنه كانت سياسة العصا والجزرة موجودة. هذه مالوريزمون كما تقول أنا الاقتصاد التونسي فريمون تلا برشا من العصا من وقت بن علي وانكور في الفتره بتاع الترويكا لمده حاجه كبيره من 60 مليار. دونك معناها هذه انا نقطه استفهام، هل هؤلاء الناس سيلعبون اللعبة سينخرطون في هذا المسار؟ ولا واضح نقطتين مهمين تفضل. آخر نقطة قلت لك هنا ثم دونك ان بوان دانتروغاسيون زعما باش تنجح العملية ولا كما قلت لك معناها بكل هذه ترجع إلى حسن استعداد نتاع المعنيين بهذا. أما المسألة الثانية اللي فيها حقيقة بعض التخوفات في رأيي هي مسألة محاكمة المجرمين في حق تونس والوطن وما إلى ذلك، والإشارة إلى الدور الثقيل الذي سيوتل إلى القضاء، وكما شفتوا في الخطاب متاعه إلى أنسيستيم أنا القضاء أعيد القضاء أنا افهموني ما مانيش ماشي استنهاض همم القضاء لا il ne peut pas aller plus loin خاطر حتى لا يتهم انه يتدخل في القضاء في شان القضاء اي فوالا. دونك هنايا تساؤل زعما يصير بعض الشيء ولا الحقيقه هنايا زاد اتطلع الى ان يقوم القضاة وبالاخص المجلس الاعلى للقضاء يقوم بمراجعة نفسه ويكفيه من الكلام اللي يقول ما تمسوش على خاطر احنا عندنا مسؤولية الحفاظ على الحريات وما إلى ذلك، الحريات الحقيقة ما عمل فيها شيء ومعناه وكأنه إن بارسو الميساج، وسيد الرئيس المجلس الاعلى اللي يقول لك لا مساس في واحد وهذه مكتسبات وما الى ذلك. الحقيقه انا نقول المكتسبات مبروك عليك اما اعطينا المقابل. انا اقول بان مده ال 11 سنه هذه المجلس هذايا وما كان في يقوم مقامه لم يقم بالدور
المرغوب والمطلوب لا مازال تساؤلات في هذا. شكرا لك عميد الحقيقة، أتيت على العديد من النقاط بكل موضوعية. قلت معناها ركزت قلت ننتظر التفاتة الأوضاع السياسية والاقتصادية، الاقتصادية والاجتماعية خاصة، لأنه سأمنع الخوض في كل ما هو سياسوي. الآن التسقيف صار والخريطة الطريق بين الظفرين توضحت، الأفق السياسي توضح. أتى العميد على النقاط اللي ممكن تكون يصير فيها تعثرات، والخطاب كيف ما قال العميد صادق بالعيد يعني وكأنه غير استنهاض الهمم، يعني استفاقة لكل القطاعات، لا للإغراق في الكوربوراتيزم في القطاعية المهنية، وكل واحد كل قطاع بشرق نفسه أمام مسؤولياته التاريخية. سي حمادي بن جبلة، هل أثلج صدرك هذا التسقيف؟ لا، هذا باش لم يثلج صدر لأمرين أو أكثر من هذا. أولا أن ما جاء فيه من توصيف الأوضاع المحزنة التي عشناها هذا السيد الرئيس عملها ياس مرات وأصبحت في متناول جميع التونسيين وهم يعرفونها. خليني نلخص، قلت يعني تقريبا الصابون بتاع تونس الكل ما ينجمش يغسل العشرية اللي تعدت حقيقة المعنى، ودلت اكتسب فيها الشعب التونسي مناعة ذاتية وعرف طريقه كيف يدافع عن مصالحه. معنى هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يخيل إلي ولست أفهم الحقيقة، نقول لك حوجة ما يسالش، أنا مانيش سريع الفهم، بطيء الفهم بجد، معنى لا مش نفدلك يعني. نعطيك مثال، جون جاك روسو ما هو عامل كتاب اسمه ريفرين شنو هو، لا عاد ماشي من باريس لجنيف يمشي على رجليه البوفر ياسر، ولا عاد عرضوا واحد قال له شنو الوقت راكب على حصان، قال له شنو الوقت، روسو ضايع يعني في افكاره انت ما سمعوش، الراجل سبه معناها كيف اللي تغش عليه شويك ما تجاوبش عليه، روسو ما سمعوش مشى، يمكن ديزوم ساعة 500 متر ولا حاجة من النوع هذا ورجع يجري أك ساعة فما اللي هو يعني يفهم بالتريميستا، رجع يجري 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 وقال له شبيه الرجل ورد له السبب نتاعه مش باش نقولها شعلة قبيحة شوي، معناها ثم ناس كيما أنا نفهم معناها الترجمة سبب النزول خلينا نقول الآن بالنسبة لي علاش يعني أنا مانيش فاهم علاش المعالجة لوضع سياسي متأزم ليست سياسية، هذه فنية وليس فيها أي عنصر يمكن أن نستبين معانيه. سيدتي شنو هي استشارة إلكترونية؟ شنو تو أنا ما نجيب صادق بالعيد ومع لها الزملانة في الواحد باش يعملوا لي سكريب اسمعوا الناس قالت وعملوا لي ندرى شنو، لا ما يجيش هذا يا راهو، لا قال مش يعمل لجنة، لا مش اللجنه نتاع كتاب الدستور، لا 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 مش اللجنه، اللجنه احس شوف لا يمكن للجنه مهما كانت، هذا قلت ونعاود لا يمكن لاي لجنه مهما كانت نزاهتها وعبقريه الناس اللي فيها ان تكتب دستورا قبلها. خلينا نعاود نذكر تنظيم استشارة شعبية إيه من 1 جانفي 2022 عبر منصات إلكترونية وبلورت أسئلة واضحة ومختصرة تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية اللي نشوفها تو. مش متعقد، هذا كل كلام سيد للتيراتور الحقيقة. أنا بالنسبة لي أنا علاش لماذا استبعاد الأحزاب السياسية؟ لماذا استبعاد المنظمات الوطنية؟ يا أخي رانا في جمهورية، راهو ما يجيش نمشيو للديمقراطية بأساليب غير ديمقراطية، ما يجيش إمني، معناها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا علاش أنا نقول معناها بقدر ما أنا حقا يعني من نؤيد السيد الرئيس فيما أتى به 25 بقدر ما أرى أن هذه الطريق يعني غير مضيئة غير واضح فيما يتعلق بالنقاط الاجتماعيه والاقتصاديه، لانه من شركاء اجتماعيين بالله سامحني ليس من اصلاح ممكن، ما ثماش مجال من مجالات الحياه الوطنيه لا يتطلب اصلاحا معمقا وشاملا، وما من اصلاح ممكن في الظروف الراهنه، لا التعليم اللي مصيبه معنا مصيبه معنا حقيقه المصيبه، لا الاقتصاد لا القضاء، اخي تو تجي كيفاش مصلح القضاء فهمتني ولا لا واهله،
مهما كان، خلينا انا منقولش القضاء فاسد، ما علمش بيه، ما نعرفش عليه، اما نقول انا مهما كانت نقائصه الحوار معه ومعه وبه يصلح القضاء. ما نجمش انا نقول حاجه اخرى. التعليم ايضا كيف كيف، لكن في الظروف الحاليه صعيب ياسر. انا نقول عام باش نعمل انتخابات، ياسر ياسر ما سالش، معناها خذ بخاطري انا هكاك ولا معناها. وقت اللي شفت الجنرال سوار الذهب اللي عمل في السودان العام، معناها كذا نحى الاحزاب نحى كذا، اعطاهم عام باش كل شيء يتعاود في السودان. اما هذا انقلاب عسكري، ما يهمش، معناها قاعده تتقارن في اجراءات استثنائيه منطلقه من الدستور بانقلاب عسكري. هو انهار لجنرال، مش قول يعني انهارت، قال لي كمل كمل العام، اعطاه الامان الملاهق ومشى خرج. لذلك دخل التاريخ. معليش معناها الحين نقول انا يعني ما هكذا تساق الابل او درا شنو. واضحه فكرتك. الديمقراطيه لا ما تجيش راهو بمراسيم، ما تجيش بندرا شنو يعني مصلحات في المعتمديه وندرا شنو وكذا. يا اخي خلينا انيناسيون، ثم حاجه خطيره ياسر. تفضل. بالله دقيقه برك، بالله دقيقه، سامحني سي صادق، يعني كان يظل لي كان رجعنا لنسترد اتوميزاسيون دو لا تونيزي، انه باش نشاوروا فلان ونشاوروا الشباب ونشاوروا، ما ثماش منظمات يا اخي، راهو كي مشى بورقيبه ولا كذا راهو خلى حاجه عام شغل، حاجه تاع الصناعه والتجاره، الاتحاد النسائي، وراهو ماهوش ماشيين اظن، ما يسمحوش. ما انا مش متصور مع نساء تونس، لا مع نساء تونس سوات، لكن كمان ما ننساش النساء الديمقراطيات، ما ننساش اتحاد المرأة، ما ننساش اتحاد الشغل. يا أخي هذوما أحزاب، عندك حق ألف حق. وقت اللي تقول لي الأحزاب اللي شاركت في مأساة تونس مع عام 2011 عمري ما نتفاوض معاه، وعمري زاد ما نلغيهم بقرار، معناها باش نشوفوا يعني يقعدوا. شنو هي حكاية الأحزاب الإسلام السياسي؟ راهو مش يبقى كما النازية في ألمانيا ولا الفاشية في إيطاليا، راهو ومش يقعدوا، معناها ماهوش باش يمشيوا. علاش نقول انا الحقيقه بقدر ما كان في البرلمان لما انطلقوا الاموال من الخارج، واذا كان باش تصير قانون انتخابي وبرلمان، معناها شكون باش يترشح على البرلمان؟ لحمه ولا حزاب؟ يا سيدي انا موافق، ما فماش اقصاء الاحزاب، انا موافق، نحي هالبرلمان، نحي ضربه واحده. ليش انا مانيش مش لما يهمش يا ودي، قلت لك راهي ثوره وطنيه ما تجيش بالدستور، جايه باش تلغي الدستور، وهنا الرئيس عنده حق. انا نقول التمشي باش استعاده الدوله ما هكذا يكون، لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة القوى السياسية التي لم، معنى نقول أنا ما تمسختش يديها، لم تلوث أيديها والمنظمات الوطنية التي نحن مدينون لها بالكثير. يا أخي أكيد وكلامك صحيح، لكن هناك دعوة للمراجعة نحسها عامة، لكن بالنسبة لنقطة البرلمان بنقطة الأحزاب، إذا كان فما قانون انتخابي وانتخابات وتحدد موعدها، إذا عودة للحياة السياسية وسيتم يعني هذا رأي أستاذ الحضارة، رأي أستاذ القانون الدستوري بإيجاز، ونعطيه الكلمة للأستاذ فاطمة جزئي. مسألة القوى السياسية في البلاد مطروحة، وعند السيد الرئيس مطروحة كذلك بصفة خاصة، على أساس الفترة بتاعه الأولى هو يقول لك الأحزاب مش باهية، من تحزب خان على طريقة صام من هذا الشكل. لكن في الحقيقة زاد فترة مراجعة البعض من هذه القوى السياسية الفاعلة المسؤولة في البلاد مقبولة عند السيد الرئيس. أما يقول لك مش مش نتشاور مع سارق ومع مجرم ومع خاين ومع شنو، اي اونيتمون معناها لا يقبل احد ان يجالس، سامحني
مجرم ولا قاتل ولا سارق ولا واحد. لذلك صنع هذا همم القضاة والقضاء يعني. لا للأحزاب في الشكل الحالي، وأظن بأن حتى في البلدان الأجنبية بدأوا يفكروا فيها، ولكن زاد للسيطرة بين يدي الأحزاب السياسية على أساس اللي احنا عندنا اون ماجوريتي و 51% بلو. هذا يحيينا على الكلام اللي انت كنت تقول فيه في الحصة قبل خطاب السيد الرئيس، وقت قلت هذا الصراع اللي كانت معناها الحكومة برأسين، بين رئيس الحكومة وبين رئيس الجمهورية، أي توجه تقرأ؟ بروبابلومون في رأيي قعدنا كما تقول معناها بلوكي سور دو ريجيم كونستيتيسيونيل، لو ريجيم بارلمونتير لو ريجيم بريزيدونسييل، وبعد اون انفونتي ليدي نتاع لو ريجيم ميكست، اما لو ريجيم فرونسي سي لو ريجيم فرونسي، اما قعدنا دون لا ميم لوجيك، يعني لا لوجيك دو لا ماجوريتي، ان ديبا et à la fin du débat il va y avoir une... لذلك كانت هذه الاستشارة. اذا يحوصل مداولات سدد في القانون الدستوري مع السيد الرئيس العميد صادق بالعيد، يقول كان هناك خيار النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ثم تم الاتفاق ان تكون نظام مختلط اللي هو شبه رئاسي، وسنذهب في ذلك الاتجاه اذا بارك الاغلب هذا الموقف، ولذلك انطلقت هذه الاستشارة. فاطمة، أكيد الرئيس في بداية الحوار كان فيه مرارة، وكان هناك بعض من التشنج، وكان تذكير بكل عذابات الشعب التونسي، قراءة حسب رأيك من المنتظر كنا 17 ديسمبر الإعلان على حزمة هذه القرارات والإجراءات، لكنها اليوم فاجأنا بها يوم 13 ديسمبر. بالضبط. أولا سأتكلم كمختصة في الاتصال وخاصة الاتصال السياسي شكلا. هذا شكلا رئيس الجمهورية اليوم خذا المبادرة على حين غرة وعلى حين غفلة، لأننا منذ 22 سبتمبر ما فتئت القوى الأخرى المناهضة ربما للرئيس أنها تشوشر عليه، أن هي تتهم فيه، وأنه هي أيضا خذت المبادرة وتصنع الحدث وتخليه هو يتبع. اليوم رئيس الجمهورية قرر يعني وقف كل تعاون مع تونس، توقف المساعدات مع تونس، معناها قدمت قضايا معناها ضد بلادها، وهو قعد يلاحق فيهم، مش هو عنده المبادرة، هما يخلقوا الحدث. وهذا نبهنا له سي صادق من قبل، انه القوة الحزبية الكبرى وهي هلامية راهي كبرى، لأن هي لو كان جات كبرى وعندها شعبية راهي عملت حاجة للشعب، كانت دائما تخلق الحدث في آخر الأسبوع وتخلي الجرائد والمؤسسات الإعلامية والسياسيين كلهم يردوا الفعل على كل حدث هذاك. إذا هذه تقنية في الاتصال. اليوم رئيس الجمهورية خذاها هو ورد الفعل، ولكن رأينا أن رئيس الجمهورية خصص ما يسمى بالمقدمه او لاتاك احنا نقولوا في الصحافه، خصصها تلك الديباجه، خصصها الى استذكار، ان استذكروا ايها الشعب التونسي، استذكر ايها الشعب التونسي العذابات بالتفاصيل، وكذلك بالاشارات، وكذلك بالمواعيد، بالصور، ازمه الكوفيد بالضبط، وعدد الوفيات، وكيف تدخل هو، وانه هو ليس طالب مناصب بقدر ما هو يصحح الاوضاع، واننا سوف ننتقل الى سبع نقاط. هذه في الواجهه هذه رئيس الجمهوريه نجم نقول لك نجح. علاش؟ على خاطر الجميع يحشد من اجل 17 ديسمبر، و17 ديسمبر بالنسبه لبرشا قوى قاعدين يتحاوروا توا، كل واحد باش يعمل الفريق نتاعو. هي حتى قوى 17 ديسمبر يعني اي قوى 17 ديسمبر تجيش من اجل قاعدين يجيشوا، كل واحد يجيش على كيفه، ولكن الخاسر الاكبر هو المواطن التونسي.
الحاجة النقطة الثانية في الاتصال 17 ديسمبر 14 اليوم الحاجة الباهية اللي عملها الرئيس أيضا من منظار هكا شكلي اتصالي أنه هو نوصل من خلال المبادرة أصبح هو خلق الحدث ويوم يقعدوا من هون حتى 3-4 أيام أخرين يردوا للفعل. الحاجة الثانية والأساسية اللي عملها في هذا أيضا من خلال الاتصال السياسي ومن خلال هذه المرآة التي أعطانا إياه هو أنه وجد مسلكا نحو الشعب التونسي. نحو الشعب التونسي يريدون التسقيف، إذا هاو عطيك. وهنا اختيار المواعيد 20 مارس اللي هو عيد الاستقلال وعاودها 3 مرات لأنه الآخرين يشككون أو شككوا في الاستقلال وتعرفوا الجدل اللي صار. إذا أنا مع الدولة التونسية مع الاستقلال. 25 جويلية مش على خاطر هو عمل مبادرة 25 جويلية، لا، 25 جويلية لأنه عيد الجمهورية وهو يتمسك بأن تكون في تونس جمهورية. أنه النقاط الأخرى حول أو بخصوص المصالحة وهي فكرته، وكنت صحفية وشاهدة وكان يقولها دائما في كل مناسبة، المصالحة الجزائية لأن هذه تصير في العالم كامل في الانتقال الديمقراطي عادة المصالحات. ولكن ماذا فعل الحزب الأول الذي نال الانتخابات نتاع 23 أكتوبر 2011؟ فعل أنه قام بالمصالحات ما يسمى بتحت الطاولة وراء الستار، إيجاني وأدفع ومن دخل بيت أبو سفيان فهو آمن. وأنا معناتها كصحفية فما شكون قال معناها من رؤوس الأموال ورجال الأعمال قال لك احنا في 2014 عملته، قال لك احنا اعطينا الحزب هذا والحزب هذا والحزب اللي من بعد شبرقنا عليهم شوي، شوف الحياة السياسية أين وصلت. وهذا قالوا في أونتين معناه لا ويأكدوه الجميع، وهذا يأكدوه الجميع. إذن هو إلى فولي انستيتيوشناليزي، الرئيس اليوم يؤسس للمؤسسة، يقول لك كل شيء خويا بالمؤسسة ولا ما حبش يعطي معناها القاء جزاء بالضبط. نوصل الآن إلى مسألة الاستفتاء. أنا كنت الحقيقة متوجسة شوية من حكاية الاستفتاء. يقول لك المنصة وأوصى وزير التكنولوجيات الاتصال نتذكروا أنه قال له بالواضح أنه حضروا وجهزوا اللوجيستيك. أما مشاركة الأحزاب والحقيقة هذه جات هي بالموازات، هذه جات استشارات في كل معتمدية معناها فما حبيت نقول حاجة أخرى أنه هالاستشارة هذه هل تستثني الأحزاب؟ أنا أقول لا تستثني الأحزاب، لأنه الأحزاب مكوناتها شنو؟ ما هو مواطني. ما قالش هو كل منتمي الحزب ما عندوش الحق باش يدخل في المسألة هذه، هذه ما قالهاش، لازم نتفطنوا معناها باش ما ندخلوش الناس في أنه هاوي شيطن في الأحزاب وغيره. أنت حزب وعندك جماهيرك وعندك مريديك، أنت زادة حشد للاستفتاء، بلكش أنت رأيك يكون هو الأغلبي، هذه ناحية. الناحية الثانية اللي قالها زادة رئيس الجمهورية الحقيقة واللي أنا لفتت انتباهي هو أنه لم يخرج عن الدستور، كانوا ينتظرونه خصومه، كانوا ينتظرون 2 من الفخاخ، أولا يحل مجلس الأعلى للقضاء، لا ما حلوش، قال في النقطة 7 يتحمل مسؤوليته إن هناك كذا وكذا وكذا، ولكن يتحمل مسؤولية القضاء لست أنا الذي أقيم الدعوات، هذه مهمة. وأيضا إغلاق البرلمان. أنا جاني سؤال من مواطنة صحفية في الإعلام قالت لي كيف يمكن أن تجرى انتخابات تشريعية والبرلمان معلق؟ نعم يستطيع، لأن قراءته الدستورية القانونية، وأنا أتكلم تحت إمرتك أستاذنا وعميدنا، أنه اليوم قيس سعيد هناك الكثيرين من المناوئين له يريدون، مش معناه هو راوي نجم يكون صحيح، أنا نجم ننقده، ولكن لا أنقده بالسيف الذي ينقده به الآخرون الذين في نفس يعقوب غايات وغايات لهم. هو ما خرجش على الدستور، لأنه لو اليوم خرج على الدستور على نص الدستور صدقوني معناها غدوة باش تكون مش محاكم. ثم أخيرا وأقول هذه أخيرا،
تونس ليست معلقة بين الأرض والسماء، تونس عندها محيط، عندها ضغوطات دولية، عندها مناخ دولي، نحب ولا نكره، احنا ماناش عن ترشيل سيفو. اليوم هذه أعتقد أنه رئيس الجمهورية أعطاها اعتبار، وخاصة قلت لكم في منطوقه في آخر مرة في مجلس الوطني الأمن الوطني تحدث عن الآخر، يعني ما عادش كلمة جان بول سارتر لانفير سي لي زوتر نو لانفير سي لي بارتي. اليوم قيس سعيد يقول نعم هم ما دو اللي ما عندوش قضايا، اكدها القضاء وحمل المسؤوليه للقضاء، انا مانيش انا باش نجي نقول هذا سارق ولا هذا به، ولكن ايضا تناول كلمه في المخيال الشعبي التي ترافقت مع هذه المده قضاء فلان، قال انا وصلوا يقولوا قضاء فلان، يعني هذه وقت اللي يرج السامع الانسان العادي المواطن اللي هو يحب يمشي يقدم القدام ويحب يفك السلاسل يقول له راهو انا من اجل المؤسسه ومن اجل القانون. اذا كان هكا المسار من ربقه قضاء فلان تحرر القضاة وهو بيدهم بايديهم. اليوم الحزب اللي يحب يعمل ميا كولبا يتفضل يعمل، لانه احنا اللي نسمعه فيه من 25 جويليه الحقيقه كل حزب يقول لك انا قلت يمال، انا توا هاني صحفيه وهاني قلت وهاني كتبت وما كتبتش في الحوت وصيبت على البحر موجود في جريده الشرق، ما فما حتى حزب ما فما انا نجي اليوم مكونه من المكونات الوطنيه اللي عملت جلسه ومتاع ميا كولبا ومراجعه للنفس. انا قلت اكثر من هذا انصاف، من 25 جويليه الى 22 سبتمبر انا هو الحزب اللي شفتوه مشى يدور حتى بور كونتراري سيدي، اما انا هو الحزب اللي مشى للشعب ويحكي معاه ويقول له هاو انا اش باش نقدم هاو يا سيدي احسبها حتى حمله انتخابيه كما انتم تتهموا الرئيس، مش ندافع عليه راهو مره اخرى راني انا من اقصى الناس المعارضين في الاتجاه هذا، ولكن انا نقول اللي اليوم رجال تونس ونسائها المؤسساتيين نحن عندنا كثير من الذكاء، يجب ان نقف لبلادنا حيث انها اليوم على مساء في على تيران رخو برشا ارضيه رخوه. وصلت إذا ما الفكره احنا راهو وصلت الفكره. معنا عبر الهاتف الاستاذ سامي بن سلابة اكيد عضو الهيئه العليا للانتخابات سابقا. استاذ سامي مساء الخير، كيف تابعتم خطاب الرئيس قيس سعيد وخاصة هذه النقاط السبع وما يتعلق بتسقيف الزمني لإجراء الانتخابات هذه الاستشارة ومن ثم الانتخابات التشريعية؟ هو كما الناس كل كنا ننتظروا باش يتم الإعلان على الإجراءات هذه نهار 17، لكن الرئيس فاجأ كما كل مرة الناس كل وأعلن على بعض الإجراءات اللي نعتبرها مهمة برشا، خاصة إعلان عن موعد الانتخابات. يعني اليوم عندنا رزنامة عندنا سقف زمني نعرف وقتاش تنتهي فترة الاستثناء هذه. الحاجة اللي تم الإعلان عليها اليوم واللي هي مهمة برشا هي حكاية الاستفتاء، كنا نحكيه على استشارة إلكترونية، رئيس الجمهورية يتحدث على أنها استفتاء، لكن هاو اليوم أعلن اللي يوم 25 جويلية باش يتم استفتاء بالصناديق مباشر، يعني الشعب باش يتحول الى صناديق الاقتراع وباش يتم استفتاءه على شنو ما نعرفوش، لانه بقدر ما هو المده واضحه لكن الاصلاحات الى اليوم مازلنا ما نعرفوش في اي اتجاه باش تمشي. وربما فكره هذه الاستشاره هي فكره جيده استشاره الشعب، لكن هل انه اللجنه اللي باش يتم تكوينها بعد ما تتم الاستشاره للشباب او للشعب باش تكون ملزمه باتباع المخرجات نتاعها او انها باش تلتزم بقواعد كتابه النصوص القانونيه؟ يعني باش تكتب انت تنقيحات دستوريه حسب ما فهمنا، لانه الدستور ما تمش الغائه تم اجراء اصلاحات عليه، فما حاجات ماهيش واضحه. حكايه استشاره الشعب هذه وين باش تنجم تهزنا، خصوصا انها تنجم تهزنا الافكار مثل البناء القاعدي اللي نتصور الاغلبيه تاع الناس ماهوش موافقين عليها. لكن في المجمل الاعلانات اليوم جيده،
تعطينا فكرة على شنو اللي باش يصير في المستقبل، ونطالبوا بتوضيح ماهية الإصلاحات. كما قلت لك تبقى نقطة متعلقة بمسألة المجلس الأعلى للقضاء اللي هي ما تمش، الناس كل كانوا ينتظروا حل المجلس، وحتى المجلس زيدو كان ينتظر اللي باش يتم حله، لكن يبدو أنه رئيس الجمهورية تراجع وربما ما حبش يعطي الفرصة للأطراف فعلا حذر كبير، يعني في سواء في مخاطبة السلطة القضائية، سواء في عدم المرور إلى حل البرلمان نهائيا. نتخيل إذا البرلمان تجب تعتبره تحل، لأنه أي هو مش يقعد مجمد عام وخمسة شهور، عام وخمسة شهور مجمد يعني. هو الدستور لتاريخ 17 ديسمبر القادم شكون عام وخمسة شهر؟ اي الدستور بيدو اليوم تنجم تعتبره معلق، ما عادش موجود. عندك الامر 117 وعندك الاجراءات هذه. شنو اللي قعد منه الدستور في الاخر بالكل؟ باب الاول والثاني يتم استرجاعه بعد الاستفتاء على الاصلاحات، هل انه باش يتم تعديله او باش يتم الغائه تماما؟ بالنسبة لمسألة المجلس الأعلى للقضاء، النقطة هذه حكى فيها منذ حين الأستاذ صادق بالعيد وضحها. أي ما كنتش نسمع فيه الأستاذ صادق، نوجه له التحية بالمناسبة، عندي برشا ما كتبوش. مسألة المجلس الأعلى للقضاء مسألة مهمة فعلا، وأنا نعتبر اللي ربما أهم من حكاية مصلحات، لأنه أهم حاجة عطلت مسار الانتقال إلى الديمقراطية في تونس، مسار الانتقال الديمقراطي، هي فشل القضاء في القيام بالواجبات نتاعو، وهذا الشيء اللي خلى الناس كل أغلبية الناس تطالب بحل المجلس، لأنه مجلس فاشل غير ممثل، ما يتمتعش بالشرعية، وأصلا ما يتمتعش بالتمثيلية. لكن للأسف تم تأجيل نتصور الإجراء هذا. فما كلمة مهمة قالها رئيس الجمهورية اللي باش يتم محاكمة أو محاسبة كل من أجرموا في حق تونس. الناس كل تنتظر في المحاسبة والمحاكمة، محاكمات عادلة تضمن يعني فيها جميع الشروط تاع المحاكمة النزيهة العادلة والنزيهة، ونتصور في المستقبل باش يتم اتخاذ إجراءات أخرى. نتمنى نكونوا ايجابيين اليوم، واذا كان فما حاجه من نوع البناء القاعدي تونا نتقدوها في وقت ما يتمش الذكر عليه. والحقيقه حتى الاستاذ امين محفوظ، وهل حدثكم السيد الرئيس في لقاءاته سي صادق بالعيد حول تجربه البناء القاعدي ام ابدا؟ والله الحوار كان موجه لمسائل اخرى غير حيث لا أقول نعم ولا أقول لا. واضح، شكرا لك أستاذ سامي بن سلامة العضو السابق لهيئة الانتخابات، الهيئة المستقلة للانتخابات. مراد علالة، فما نقاط تنقص فحوى هذه الاستشارة تحديدا، وكذلك الرسالة الاجتماعية والاقتصادية مهمة جدا لتخرج تونس من أزمتها الحقيقة المتعسرة اقتصاديا، وكذلك تشريك الأطراف الاجتماعية الأخرى التي تعودت تونس أنها تتحرك يعني كلها مع بعضها بإيجاز كالعادة. تفضل مراد، خذ الخطاب اليوم متاع رئيس الجمهورية مهم في توقيته وفي مضمونه. في توقيته باعتبار أنه يجي قبل 17 ديسمبر، يجي بعد البيان متاع سفراء الدول الكبرى في تونس، ويجي ايضا قبل ربما زياره منتظره هامه لتونس. المضمون، انا في المخطط نتاع الكلمه ما خرجش على منهجيه مدرسي القانون، يعني مقدمه اطول من اللزوم. لا المقدمه طويله يا جماعه الدروا هكا، ولا سيد علي يطولوا برشا في المقدمه، ولم نكن بحاجه الى هذه المقدمه باعتبار انه محاوله التبرير والتفسير هذه فهمناها واقتنعنا بها. يعني الوضع كما قال السي حمادي، يعني الصابون في تونس كل ما ينظفش العشريه هذه وما قبلها ايضا. علاش تفكر فيا بالغنيه؟ لكن يعني في نهايه المطاف نجم نقول انه رئيس الجمهوريه قدم خريطه الطريق
طويلة المدى، لأنه احنا الظرف استثنائي والظرف دقيق. هو قال أنه ثم خطر جاثم وخطر داهم وخطر قادم، وبالتالي أنا أعتبر ربما هذه الفترة الزمنية طويلة خاصة بالمحطات اللي فيها، أعتقد أني مثقلة جدا. وأعطوا نرجع للموضوع هذا. الملاحظة الثانية أنه خريطة الطريق سيكون هو فيها تقريبا الفاعل الرئيسي، يعني ما ثماش طريقة العمل التشاركية اللي ربما كانت تسهل لنا أنه نفهم. أنت باقي في إجراءات استثنائية، في تدابير استثنائية، باقي في نفس المطلق. لكن في الخروج من الأزمة والبحث عن الحل، لابد ربما من توحيد جهود والبحث عن المشترك والتقاطع مع أطراف مدنية وسياسية ربما تساعدك في تنفيذ ما أنت مقدم عليه. نجي للنقاط. بطبيعة الحال واضح عدم حل مجلس الأعلى للقضاء ربما نتيجة ردة فعل أعضاء المجلس وتعبيرهم عن استعدادهم ربما للتصدي للخطوة هذه. ما نتخيلش الداخل والخارج خاصة. ما يقدرش. أي. هو الراجل ما فاتي يقول راني مانيش خارج على الدستور. ونتمنى أن السادة القضاة يتلقفوا الرسالة هذه وما معناها ويكونوا هم أصحاب ربما السبق والمبادرة في أمام مسؤولياتهم التاريخية الآن. الحاجة الأخرى بالنسبة للجنة بصراحة يعني اللجنة على الأقل من خلال الأسماء اللي نتصور تكون موجودة، سيد العميد، سيمين محفوظ وغيره، أعتقد أنه إذا مش يقع اختزال دورهم فقط في التأليف متاع فحوى الاستشارة هذه الإلكترونية، أعتقد أنه هذا استنقاص من قيمتهم ومن دورهم ومن مكانتهم العلمية في بلادنا. الحاجة الأخرى، حتى الاستشارة الافتراضية هذه في حد ذاتها يعني تنفيذها ويعني الجدوى منها أعتقد محل. إحنا ما زلنا نقاسيه اليوم في تسجيل التلامذة متاعنا في بكالوريا وفي مناظرة ولا في التسجيل في بداية السنة الجامعية، يعني طو هذا الكل حلينا المشكلة هذه، مش نخصوا منصات من أجل استشارة حول معنا مصير البلاد، خاصة الحديث على الصف الثالث والرابع شوف يعني احنا اليوم ثم ناس وعدتنا قبل سنتين أو ثلاثة بأنهم مش نجم نخرجوا مضمون ولادة من معناها مباشرة من الواحد، ما زلنا وصلنا لهاش من الانترنت. الحديث اليوم على إطلاق استشارة وطنية بهذا الحجم باش تحدد مستقبل تونس، أنا نتصور أنه هذا يطرح أكثر من سؤال. نفس الشيء بعدين في الاستفتاء، شكون مش يعملوا الهيئة الانتخابات الموجودة في الوقت الحاضر؟ يعني أنا أقول دائما، نقول رئيس الجمهورية في كل مرة وقت يتقدم لتوضيح نقاط في برنامج سياسي أو في مشروع سياسي بيخلف غموض أكثر من الوضوح اللي يعني هكا الغموض الواضح والوضوح الغامض في كل مرة يمشي فيه. نزيد نقدم أكثر في موضوع الصلح الجزائي، وتحدثنا في وقت أنا كنت نفضل أنه ما يطورش في المقدمة، ربما يعطينا إضاءات حول الإجراءات هذه السبعة يكون أفضل. في الصلح الجزائي يعني احنا اليوم نتحدث على وضع اقتصادي كارثي ونتحدث على منوال تنمية، وانت تقول لي معتمديات وعمادات ورجال أعمال من جهة فلانية يتبنى جهة فلانية، هناك لبس ربما حتى في ذهنية المواطن العادي لابد من طمأنته. الحاجة الأخرى، احنا قلنا مش نبحث في حلول إلى غير ذلك، شكون قال اللي مش توصل له اللجنة أو مش توصل له الاستشارة والاستفتاء هذايا علاش نمشي فقط انتخابات تشريعية؟ علاش مش انتخابات تشريعية ورئاسية مثلا؟ معناها إذا كان وصلنا في الاستشارة اللي مش نعملوها قالوا الناس ترتقي تغيير النظام السياسي. هل كان عندك مشكل مع الرئاسة، مع شخص الرئيس؟ المشكل كان مع البرلمان. لعل الشعب يريد من خلال هذه الاستشارة. احنا علاش يعني أحيانا استباق يعني في خارج الطريق استباق ربما نحس فما خلط أوراق؟ مانيش عارف هذاك علاش قلت انه في كل مره نامل ان يكون ثم وضوح للرؤيه، لكن زاد كيف انه نخلق نقاط نتاع غموض. ونرجع لترتيب الاولويات، راهو الازمه مركبه، اذا كان مش نفكوا الحل ما احناش وصلنا نتيجه. انا نتمنى انه الرئيس يكون مدرك انه من هنا لديسمبر 22 التوانسه ينجموا يعيشوا في هذه الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه في حاله الياس، في حاله الاحباط، في هالهجره. يعني احنا قبلنا يومين ثلاثه نحكيوا على احصائيات نتاع عدد المهندسين اللي بالالاف اللي خرجوا من تونس، هذا مش حلقة معنا غير. هي تساؤلات فعلا عندك الحق فيها، لكن لا ندري ماذا يخبئ لنا القدر، ماذا يخبئ لنا رئيس قيس سعيد، خاصة لأن الأزمة هي سياسية واقتصادية اجتماعية. الجانب الاقتصادي الاجتماعي لم يتم البت فيه الآن، ننتظر رهن المشاورات، لأنه شوف البارح شنو أجرى بين الحكومة اليوم بين الحكومة وبين وفما لأنه بداية الاجتماعات يعني ممثلي الاتحاد العنصري للشغل قاعدين يعملوا في مشاورات، ومشاورات خالية من مطالب آنية بقدر ما هي ترسم معنى هذه ربما هذيك نتخيل
تخيل ما تكونش في مسائل تقنيه بسيطه بقدر ما تكون موجوده في هالمشروع الخيارات الكبرى. هو دأبنا على هذا. نحن تونس دائما دأبنا انه كل خطاب لازم يصير بعده تفسيرات وعوده. خلينا نحب نستفسر الحقيقه. انت قلت ونقطه بكل الاستاذي كلمه الختام عند استاذنا. انا شخصيا تلك حدود فهمي لم افهم ولن استوعب الحقيقة أنه اللجنة المشار إليها في البند الثالث ولا الرابع أن هي ستهم كتابة الدستور. مستحيل. لا هذوما دي ديبويور. لا معناها ما تهمش، ما تنجمش تكون تهم الأساتذة اللي قدامنا. فاطمة شنو توا إذا مرينا باش يعمل ديبويمون؟ إذا 17 ديسمبر عندك استحقاق انتخابي إذا باش يصير مجلس تشريعي، وهذا المجلس التشريعي سيتم من خلاله إعادة صياغة الدستور أو مش عارفة إذا كان، لأنه هذه التجربة نتاع إصلاح فصول، لأنه كيف ما قال سي حمادي سي صادق بالعيد كانت عنده محاولات يعني وقدمها لكنهم لم يتعرفوا. أطراف سياسية عندها التجربة المصرية مثلا تم إصلاح المجموعة من الفصول وتعديلها وتغييرها ومرت التجربة، وممكن في الفترة هذيك خلينا نقولوا في فترة مباشرة بعد الثورة ربحوا 3 سنوات متاع هذا الدستور الذي نحن اليوم هو دستور كادوك بالنهاية. عميد أكيد عندك الكثير من النقاط، لو نجمع قراءتك فيما صرح به وأصدح به الرئيس قيس سعيد هذا المساء. والله الفكرة الأولى هو أن في هذا الظرف الرئيس كوموندي روبري لما أخذ المبادرة بيده، استرجع الموقف. هذه حاجة كبيرة ياسر على خاطر الشق الآخر معنا كيف اللي فهم بأن لوتيرا إيطالوي هذه حاجة كبيرة. حاجة ثانية هو أن الإصلاحات اللي اقترحها متكاملة إلى حد ما وأتصور بأن عنده كما تقول مجهود كبير أمامه لمعناها إتمام المهمة الابتكارية. الشيء الثالث هو أن في الحقيقة لا تخف من الدور الذي ممكن أن تقوم به هذه اللجنة. لا أتصور بأنها ستكون إكريفان دو رابور كما موجود فيها، ولا أتصور بأنها مش تمتثل لأوامر ولا ثم ضمير اللي يلعب قبل كل شيء واللي يعلو أنا قبل كل شيء، واللي نتصور إن شاء الله الأعضاء اللي ماشي يجي عليهم الحمل هذايا يظهروا بأنهم ممكن أن يخدموا الصالح العام من دون أن يتهموا بأنهم خاطبوا لصالحي هذا الشق أو هذا الآخر، وإن شاء الله ربي يوفقهم في هذه المهمة. حبيت في هذا السياق الحقيقة أعود على بعض تدوينة يعني فيها نقاط مهمة للأستاذ صادق شعبان والوزير الأسبق. يقول أنه اتضح الطريق وخطاب اليوم 13 ديسمبر يحدد المسار، سنة فقط لطبقة سياسية جديدة. علينا يقول أنه سعد الرئيس من أجل الوطن نرى دستور جديد، نظام انتخابي آخر، حياة سياسية أكثر شفافية، تنافسية تستند إلى أخلاقية
الجمهوريات، الجمهورية الثالثة تتركز الدولة الوطنية تعود دولة قوية تقوم على الحق، الاستقرار يحل محل الفوضى، الشعب يختار ممثليه لا تفرضها الأحزاب، لا المال الفاسد في السياسة، لا للمال الفاسد في السياسة، وهذا في الديباج المطلق ركز عليه وعد مرات عديدة حول هذا الموضوع، لا للارتباط بالخارج، وخاصة نحن شفنا أنه أصبحت محل تباهي ومزايدات، هذا تابع الشق الفلاني والأجندة الفلانية والتناقض الصارخ أنه هذوما يسون بيني مزكين من قبل شكون؟ من قبل دول ما عندهاش ديمقراطية جملة. كان تسمح بالله من المهازل ومن المعضلة. أنا نهني سي الأستاذ الصادق شعبان على أنه اكتشف وضوحا، نعرف روحي أنا فكري محدود معناها قلت لك، اكتشف وضوحا في مواقف ومستقبليات لا وضوح فيها. أنا نتسائل هل صحيح أن الشعب التونسي يمكن أن يصمد من هنا لديسمبر الجاي ويتحمل الويلات التي يتحملها؟ يا ناس رانا في خطر، رانا في خطر. المهم لا عايشة مش باش تخدم شنو الطريق واضحة، الطريق واضحة إذا هذا كان الرأي تستقل والرأي الآخر. تستقل الطريق التي استقلتها تونس لتستقل من الاستعمار الخارجي واليوم لتستقل من الاستعمار الداخلي. أما هذا هل الإجراءات هذه كلها لا شيء واضح فيها، لا شيء إطلاقا. إن شاء الله لعل الأيام المقبلة توضح الرؤية. هذا الرأي والرأي الآخر في بلاد الوطنية الأون. مش برشا مع احترامي الأستاذ. واضح. سنة مش برشا باش أنك ترفع الأدران هذه اللي صارت على مدة 10 سنين. بالنسبة لي كصحفية. ولكن نحب نقولوا إعادة الثقة للمناخ الاستثماري للمستثمرين. يا هل ترى الحكومة هذه تاع رئيس الجمهورية باش تقعد تخدم وترفع الآلام اللي قال عليها أستاذي وعنده الحق، معناها سي حمادي الجبلة، يا هل ترى باش ترفع باش تواصل تخدم على روحها وإلا باش تقعد؟ شكرا شكرا لك. هذا الإجراءات هذه ننتظر الحقيقة توضيحات في الأيام المقبلة، وننتظر خاصة إجراءات فيما يخص الاقتصادي والاجتماعي يوم 17 ديسمبر. شكرا لك أستاذنا أستاذ الحضارة بالجامعة التونسية دكتور حمادي بن جبلة منور. أنا أستاذ الفلسفة المعاصرة وفلسفة العلوم، أما ما يسالش نقبل منك أي أنت تبارك الله عليك بوليفالون يا عايش. شكرا لك فاطمة وعبد الله أستاذ الفلسفة مراد علالة زميلنا الصحفي، شكرا لك على الإضافة. أستاذنا الجليل أستاذ صدق بالعيد مرحبا بك، وشكرا على تلبية الدعوة والبقاء معنا في هذا الوقت الاستثنائي، يعني بلاتو امتد لأكثر من 4 ساعات. جزيل الشكر، وألتقيكم غدا بداية من الساعة 6 مساء أكيد في توقيتنا العادي على الوطنية الأولى الوطنية الآن من 6 إلى 8 مساء. تحيات إنصاف اليحيوي، تصبحون على خير.